حلقة جديدة اليوم معكم من برنامج عزوقك. إن شاء الله أيامكم عم بتكون أيام حلوة، مع أطباقنا عم بتكون أيام طيبة. الأصناف اللي بدنا نحضركم إياها اليوم، عنا فتة حمص مع الدجاج، عنا مسقعة الباذنجان، وعنا نوع صنف من الحلويات اسمه مينستروني مع الأبريكو أو مينستروني مع الخوخ والزبيب. عم ننقلكم هول الأصناف مشاهدينا كرمال تقدروا تحضروها بطريقة أسهل وبطريقة تقدر تعطيكم نكهة معينة وطيبة على سفرتكم. رح بلش أنا وياكم بصنف الحلو لأنه بده فترة زمنية ليتحضر. عم نعمل جهدنا كل الأصناف اللي عم نحضرها نحضرها نهائيا قدامكم. كرمال هيك رح نبلش نحن وياكم بصنف الحلو اللي بياخد حوالي 25 ل 30 دقيقة ليستوي معنا. لصنف الحلو نحن بحاجة لحليب سائل، لسكر، لبيض كامل، برش الحامض، زبيب، وخوخ أسود مجفف. ممكن نستعمل مشمش بلون برتقالي. احنا بحاجة لهالمكنة مع الكباية. بالنسبة للمكونات والمقادير عم يمروا قدامكم على الشاشة على مدار الحلقة. الكمية عم بتكون مبدئيا لأربع أشخاص أو لست أشخاص. حطينا الحليب، نستعمل الملعقة السحرية، منحط سكر، منحط البيض، منخلي البرين اللي هو الخوخ الأسود والزبيب على جنب تنقطعهم، منحط البيض. تقريبا بدي حوالي البيضتين لكل 250 جرام من الحليب، وبدي حوالي 75 جرام من السكر. حطهم على جنب، بخلي برش الحامض على ايدي. بدنا لوحة تقطيع خضرة، هيدا الزبيب وهيدا الخوخ، هيدا برش الحامض. نفرم الخوخات، طبعا الخوخ بده يكون من دون بذر. فيني استعمل مشمش، فيني استعمل مربعات الاناناس، بس نحن اخترنا الخوخ اليوم كرمال قيمته الغذائية هو والزبيب. استعملنا نحن وياكم من فترة قطعة السيليكون. هيدا الفورم رح اعمله، بس ممكن بالبيت تعملوه بحيالله قالب زاز او ستانلس ستيل بفوت على الفرن. حط المكنة، بطحنهم بس تياخدوا بعضهم، بخفقهم بطريقة بس تياخدوا بعضهم. البيض مع السكر مع الحليب، بحط برش الحامض. أكتر وسيلة تعطي نكهة طيبة للحلو اللي فيه بيض وبتمنع الزفرة من الزهور هو برش الحامض. ما في شي بيمنع اني احط شوية فانيليا، ولكن برش الحامض بيعطي نكهة مختلفة. قبل ما نبلش نحن وياكم مشاهدينا، حطينا خبز الفتة بقلب الفرن عم نحمصه، بلشت تطلع ريحة الخبز المحمص لعنا. خفقنا البيض مع السكر مع الحليب، نشيل المكنة، منطلع على الخبزات. عم يتحمصوا معنا الخبزات، عم يتصيدوا جيراننا عصافير. أنا طبعا مش مع صيد العصافير ولا مع أي نوع من الصيد، حتى السمك إذا بيطلع لعنا بلا صيد بيكون أفضل، ولكن مضطرين نتصيدوا لناكله. نحط زبيب بكعب القالب، بنحط الخوخ الأسود المجفف، خوخ أسود مع زبيب. هيدا الصنف كتير طيب. فيكن لتنبلش الحلقة تكونوا محضرين على السريع ورقة وقلم، تاخدوا المكونات تجمعون ونبلش نطبخ نحن وياكن. قطعنا الخوخ، قطعنا الزبيب، حطيناه بهالشكل. منحط المزيج فوق الخوخ
والزبيب المزيج فيه حليب فيه سكر فيه بيض فيه برش الحامض كرمال الزفرة. بلشت أنا وياكم بآخر صنف أو بالأحرى بصنف الحلويات كرمال نفوته على الفرن تنقدر نشوف أثناء الحلقة كل وسيلة التحضير. يعني ما فينا نكون عاملين شيء تحت الهواء أو قبل ما نبلش ونجي نفرجيكم إياه. عم نستعمل هيدا الأسلوب كرمال نبلش بالطبخة نحن وياكم ونخلص مع الحلقة مخلصين الطبق تبعنا. درجة حرارة الفرن بدها تكون 180 درجة، بدنا حوالي 25 دقيقة. فينا نحطها من فوق وفينا نحطها من تحت، أنا بفضل تنحط من تحت. الخبز تحمص، سكرنا عليه. هذا الخبز المحمص رح نحضر فيه طبقنا الثاني. وننظف الخشبة، بما انه الصنف اللي استعملناه ما في زوم وما في صلصة ممكن نسكر هيك، نمسح اللوحة ومنقلبها على تاني ميل ومنستهلكها. الطبق التاني اللي رح نحضره نحن وياكم طبق كلاسيكي اغلبية العالم بتحبه، اسمه فتة. ولكن فتة شو؟ هون السؤال. في عنا فتة مقاديم، فتة باذنجان، فتة دجاج مع حمص، فتة رز مع لبن، عنا كتير شوب. نحن اليوم رح نحضر نحن وياكم فتة حمص مع دجاج باللبن. المكونات اللي نحن بحاجة لها: خبز محمص، حمص، صدر دجاج، لبن، صنوبر محمص، ثوم، نعنع يابس، وزبدة. الطريقة اللي رح حضر أنا وياها أنا وياكم فيها هالصنف هيدا مميزة عن كل مرة. عادة بنسلق الدجاج، باخد مية الدجاج ومنستهلكها. اليوم رح استعمل طريقة مختلفة أنا وياكم. رح نهرس الثوم، رح نقلي معه الدجاج، الحمص كنا سالقينه نص سلقة، بنرجع بنحطه على النار، بنحط الخبز، بنحط الحمص مع حص ثوم، بنحط الدجاج، بنحط اللبن، بنحمص الزبدة، بنحرقصها تحرقص لتصير بيرن وزيت أي زبدة كستنائية تعطينا طعم كتير طيبة، منرش الصنوبر، منرش الكمون مع الفلفل الحار. أول شغلة نجيب المقلاية نحضرها. طبعا شوية زيت زيتون، ما لازم تكون النار كتير قوية. أنا عم حمي زيت هون على النار كرمال طبقنا التاني اللي هو مسقعة الباذنجان. صدر الدجاج طبعا بستعمل له لوحة تقطيع صفرة، دايما بستعمل صبيعي موازية مع السكين كرمال ما يجرح لي ايدي. كل مرة بستهلك مادة غذائية نيئة بغير فيها الكف، ما فيني استعمل نفس الكف للدجاج ارجع استعمله مع الخضرة ارجع استعمله مع اللحمة. نحن بحاجة لحصين ثوم تنهرسهم، بس منشيل المقلية على النار تما تحترق. نحط لها السائل المواد الدهنية المحبز على طول زيت الزيتون. نهرس حبتين الثوم ببطن السكين. نحط المقلية على النار، بنحط فيها تومات إذا هي ما عملت أنا بعمل، بنجيب ملقات الخشب نرجع بنحمي الزيت، بنحرقس التومات، بنحط الحمصات بكسرولة صغيرة على النار، عنا كتير شوب، بنحط الحمصات على النار، خبز محمص، ثوم مع الدجاج عم يتقلى، حمص، اللبن جاهز، الصنوبر جاهز. نتوقف نحن وياكم مع فاصل إعلاني ومنرجع.
رجعنا معكم. الدجاج عم يتحرقص على النار، الحمص عم ينطبخ، رشة ملح، رشة كمون، رشة فلفل أبيض، ورشة قرفة ناعمة على الدجاج، نتركه يتخطر على نار خفيفة. حمينا الزيت لنقلي الباذنجان، رح نقطع نحن وياكم الباذنجان، البصل، البندورة، تمهيدا لنعمل نحن وياكم مسقعة الباذنجان، ولكن مختلفة عن كل مسقعة باذنجان. رح حط بقلبها فليفلة خضراء، أنا بحب كتير حط فليفلة بقلب الطبخ لأنه بيعطي نكهة، بيعطي ألوان حلوة كتير. بدي حط شوية جوز. أيام كتير والولاد بالبيت ما بحبوا ياكلوا هالمكسرات هيدي، الجوز أو اللوز أو الصنوبر، بيعتبروا طعمتهم مش طيبة، بينما هالفواكه الزيتية إلى غذاء كتير مهم، بتفوت مواد دهنية طبيعية على الجسم. كرمال هيك فينا ندخلها بطريقة غير مباشرة بقلب الطبخ تبعنا، هني وعم ياكلوا ممكن يكونوا أكلوها ومش عارفين شو الموجود. رح أقطع الباذنجان، تركت حبة الباذنجان كاملة هالمرة لأقطعها أنا وياكم. رح أعملها مربعات أو مكعبات، كل حبة بعملها أربعة، وهيدي القطعة بعملها ست شقف. بمسقعة الباذنجان بترك القشرة معلقة بقلب الحبة، لأنه لما أقطعها من تاني ميل بتروح القشرة، بتضل علقانة بميل واحد. ما بدنا ننسى مينستروني بالخوخ، مينستروني بالبرون موجودة بقلب الفرن، فيها زبيب مع بيض مع حليب مع سكر. قطعنا الباذنجان، زيتنا عم يحمى، منشيل الخبز على جنب، نحضر وعاء مع محارم. استهلاكنا للمحارم عم بيكون كتير كبير لأنه في عنا كتير شوب. درجة حرارة الزيت منيحة، منقوي شوي صغيرة، ومنسقي الباذنجان لمسقعة الباذنجان. مع الباذنجان أنا بحاجة لبصل جوانح، بندورة مربعات، بحاجة لجوز، لفليفلة، ولحصوص الثوم الكاملة. في عندي أصناف من الطعام مجبور حط فيها حص الثوم كامل مثل ما هو، بيغلي كتير، طعمته كتير طيبة، ولما نرجع ناكله حص كامل بيعطينا نكهة كتير طيبة. الدجاج عم يتقلى معنا، الخبز محمص، الحمص على النار. عادة منسلق الدجاج تبع الفتة سلق، بس أنا اليوم حبيت أقليه مع البهارات، مع زيت الزيتون، مع الثوم، ليأخذ معي نكهة أطيب. هون رندلات البندورة، هيدا الجوز، هيدا البصل. نحضر طنجرة لنركب مسقعة الباذنجان، أو نحط مسقعة الباذنجان على النار. نعم معكم حق، زيت الزيتون، بنحط زيت زيتون، نحط بصل جوانح. أغلبية الطبخات اللي عم حضرها عم بتكون بزيت الزيتون، مثل كل مرة بقلكم كرمال الفوائد الغذائية تبعوله. بحاجة لأربع حصوص ثوم، بما أنه حص الثوم كبير بحطه دغري مع البصلة، بينما لو هرسته كان لازم خليه كيف ما كان دقيقة أو دقيقتين تتقلى البصلة لحالها. نقوي الزيت على الباذنجانات، منحركهم، لازم الباذنجان ينقلى معنا نص قلية أو أكتر شوي من نص القلية. نطلع على طبخة الأبريكو، البرينو عفوا، استواء جيد، بلشت تستوي معنا. قوي نارنا شوي صغيرة. هولي ترانشات البندورة بعملهم مربعات، هو والبصل والثوم عم يتقلوا. بحضر البندورة، بحضر صلصة البندورة على ايدي. ان شاء الله يكون هالصنف فتة الدجاج مع اللبن والحمص مرغوب عندكم، لانه بالفعل كلمة فتة إلى رونق اخر، يعني مجرد ما تكونوا عاملين وليمة فيها فتة بيكون إلى رونق مختلف. الحمص خلصنا منه، بنقلي البصل مع الثوم، ننقلهم ولا منخليهم على النار القوية، منجيب
هيدي المقلية. منحضر نحن وياكم الثوم، عفوا منحضر نحن وياكم الزبدة، الثوم اخد لي عقلي، الثوم وزيت الزيتون بالنسبة لي بالأكل مسألة كتير كبيرة كرمال فوائدهم الغذائية. دايما بطلع على الفوائد الغذائية تبع المواد اللي أنا استهلكها لأعرف قديش في إلها قيمة الطبخة اللي نحن عم نعملها. بغض النظر إذا طبختنا طيبة، مهم كتير إنه تكون طيبة وتكون شهية، بس كمان المواد اللي نحن عم نستهلكها لازم يكون إلها تقل غذائي وإلها فايدة غذائية. كل المواد الأولية اللي عم نستعملها مع كمياتها عم تمرق قدامكم على الشاشة أكثر من مرة أثناء الحلقة. هول الباذنجانات خلصوا، القلية على النار، بتزحي لنا إيدك شوي اعملي معروف، شكرا. دايما بدنا نشيل الأشياء اللي عم نقليها على محارم كرمال تروح الزيت تبعها. نترك الزيت ليرجع يحمى شوي صغيرة تنسقط تاني جزء من الباذنجان. قلينا البصل، قلينا الثوم، منجيب البندورة، بلشت الزبدة تبع الفتة تتحمص، نستعين بورقتين كلينكس. المحارم مسألة أساسية تكون موجودة على إيدنا على طول، أفضل من الفوطة، حتى إذا منقدر نمسح مطرح ما عم نشتغل بالمحارم أنضف ما أنه نمسحهم بالفوطة. ملعقة ملح خشن مثل العادة، رشة فلفل صغيرة، رشة كمون صغيرة، ومترك طبختنا تتقلى على النار. هيدي الزبدة عم بتصير كستنائية اللون، يحترق الحليب بقلبها بتصير بير نوازات، زبدة كستنائية نكهتها كتير طيبة. هيدا النعناع اليابس وهيدا اللبن جاهز على ايدنا. منحط له رشة ملح صغيرة، لما منحط الشغلة على ايدنا بتكون بحالة السكب، يعني انا بدي اسكب فتة الحمص بيكون الخبز المحمص جاهز، اللبن جاهز، الحمص جاهز، النعناع اليابس جاهز، وهيدا الوعاء الخاص اللي بدي اسكب فيه كمان جاهز. جاهزين على ايدنا يعني حاضرين لنسكب فيهم الصنف اللي خلص عنا. الزيت حمي صار فيني ارجع سقط الباذنجان بقلبه. ريحة الدجاج حلوة، صنف الحلو اللي بالفرن عم يعطينا كمان روايح حلوة بقلب المطبخ، بس عنا شوب كتير. الزبدة صارت كستنائية، صار فينا نطفة عليها. صلصة البندورة، هيدي صلصة البندورة، نستعملها ملعقة تانية. هون عملت القلية الخاصة بمسقعة الباذنجان، بصل، ثوم، بندورة، بزيت الزيتون، ملح، فلفل، حطيت صلصة البندورة، بيتقلوا كلهم سوا، طعمتها أكيد كتير طيبة. هالكومبينيشن، هالجمعة اللي عملناها بالبصل، بالثوم، بزيت الزيتون، مع صلصة البندورة، هلا لما نحط الباذنجان فوق منهم، نعدلها ملحة ونضبطه، تعطيني نكهة كتير طيبة. طبخة مسقعة الباذنجان بحد ذاتها كتير طيبة. الفليفلي بما انه مقطع مربعات صغيرة بحطها اخر شي تقريبا، بحركها. الجوز في عندي وسيلتين لحطه، بقدر حطه هلا وبقدر حطه بالاخر رشه على الوجه، بس انا شخصيا بفضل انه ينحط مع الطبخة لما بيغلي وبيدمج مع كل المسحوق اللي عندي بيعطيني طعمة كتير طيبة. حطينا الجوزات، منجيب المي. أيام بتكون عنا البندورة كتير مستوية ما منكون بحاجة للمي، وعادة لما تكون متوسطة أو عجرة نحن بحاجة لحوالي نص كوب من الماء. الوصفات اللي منحضرها مش دايما مثل ما منقرأ الوصفة بيكون تنفيذها سهل. أيام بيكون عنا نوع من المادة الغذائية اللي عم نستعملها مستوية،
بتكون المي بقلبها موجودة بكمية كتير كبيرة، بطل عايز بالوصفة المي. أيام ما منكون حاطين لها مي بالوصفة، بتكون البندورة عجرة أو الكوسة عجر أو حيالله مادة عم بستعملها بحاجة لمي. مفروض نحن وعم نطبق نكتسب هالخبرة هيدي، هالخبرة بالشغل، طلعنا لقينا انه المي تبع مسقة البتنجان قليلة من ورا البندورة، منحط لها نص كوب من المي، تركها تغلي كلها سوا. رح شيل البتنجانات عن النار ونتوقف نحن وياكم مع فاصل إعلاني ومنرجع. حمص مستوي، دجاج مقلى مع التوم وزيت الزيتون وكل التوابل تبعه، الزبدة الخاصة بالفتة حرقصناها وفقصناها، حرقنا الحليب بقلبها لصير زبدة كستنائية، حرك الدجاج ليحمى، الخبز محمص بحط له رشة ملح صغيرة بقلبه بهالشكل هيدا. بدي اقسم الحمص قسمين، القسم الأول بحطه فوق الخبز بهالشكل هيدا، خليها على جنب. الدجاج محرقص عندي مستوي، بحط الدجاج كل الكمية فوق الحمص بهالشكل، برجع بجيب بقوة الحمص. تركيب الفتة كتير أساسي ولازم تتركب دغري قبل السكب، يعني لازم نحط كل المكونات فوق بعضهم قبل السكب أحلى ما يتش معنا الخبز. هولي خلصنا منهم، رشة ملح صغيرة فوق اللبن، بحرك اللبن تينعم معي شوي صغيرة، بدلقه فوق الحمص. طبق كتير شهي وكتير طيب. برجع بحمي الزبدة شوي صغيرة، مسقة الباذنجان بعدها على النار، الصنوبر محمص، برش الصنوبر بهالشكل هيدا. حتى تركيب صحن الفتة فيه لذة، رشة نعناع يابس، رشة كمون، وإن شاء الله إفطاركم بيكون إفطار شهي مع الكمون مع النعناع اليابس مع الفليفلة الحمراء الحلوة، ألوانه كتير زهية ومتناسقة. نحمي الزبدة، كنا ديجا مدوبينا قبل الفاصل، محمصينا تحميص. عنا المينستروني مع البرون بقلب الفرن، صارت خالصة. رح نحط مقلية لنعمل سكر كراميل، سكر دايب على النار لمرحلة يصير كستنائي اللون كمان، منقول له سكر كراميل، نستعملهم لنحطهم على التوب تبع القالب، على الوجه تبع القالب. هيدي الزبدة محمصة، هيدا طبق الفتة، شوفوا ألوانه شو زهية شو حلوة. التركيبة تبعه خبز محمص، ملح، حمص، دجاج مقلي مع التوم، ملح، كمون، قرفة ناعمة، رشة فلفل، طبقة تانية من الحمص، لبن، حطينا الصنوبر، حطينا النعنع، حطينا الفليفلة الحمراء، ممكن تكون حلوة وممكن تكون حرة. فليفلة على الوجه، حطينا الصنوبر ودلقنا الزبدة المقلية. مسقعة الباذنجان موجودة على النار، رح عدلكن المكونات تبعها. المكونات: بصل جوانح، بندورة مربعات، فليفلة خضراء مربعات، جوز قليت طبعا بزيت الزيتون كرمال يعطيني الطعمة والفايدة الغذائية اللي أنا بحاجة لها، جبنا ملعقة برتقالية، حركنا مسقعة الباذنجان. عم بسعى أنا وياكم ضيوفنا ومشاهدينا عطول نطبق الطبخة على الآخر، يعني رح جرب نعمل تحضيراتنا بطريقة نبلش ونخلص الطبخة كلها أثناء الحلقة. أيام منضطر بيكون عنا نوع من اللحوم أو نوع من الطيور بدها فترة زمنية كتير طويلة، عم نضطر نعملها هاف كوكت أو نصف طهو قبل ما نبلش فيها على الحلقة. بصل
جوز، فليفلة، توم، حب، بندورة، وباتنجان مقلي. طبق مسقعة الباتنجان ممكن ينعمل من الصبح، ممكن يتاكل بارد، ممكن يتاكل سخن. طبق كتير شهي، في له قيمة غذائية كتير كبيرة. رح زينه بترونشات الحامض، السكر عم بيصير كراميل، عم يتكرمل مع السكر. هلأ بشيل الطبق الحلو من قلب الفرن، خليني أعمل له على السريع ترونشات الحامض. هيدا الطبق اللي بيبقى فيه بندورة وباتنجان بحب الحامض كتير. منحط روندلات الحامض بهالشكل، لو من ميلة وحدة بياخد رونق زينة جميلة. مسقعة الباتنجان، فتت الحمص مع اللبن والمكسرات والبهارات على الوجه، طبق الكريم كراميل، هيدي السيليكون اللي طبخت بقلبها البيض المخفوق مع الحليب مع السكر مع الخوخ ومع الزبيب. هيدا السكر عم بيصير عندي كراميل، بيتكرمل السكر. فيني حط شقفة زبدة صغيرة مع السكر الكراميل بفيدني أكتر، وفيني اتركها مثل ما هي. بسكب السكر فوق المزيج اللي أنا عامله، بس رح اترك وحدة بلا سكر عوجها كرمال اقلب لكم اياها بقلب الصحن. لما بحط السكر مع المزيج اللي أنا عملته بالبراد بيتمسك كله سوا، بيعمل صوص كتير طيبة. لما برجع بحطه بقلب الكاسة أو بقلب الصحن بيعطيني طعمة كتير طيبة. المعلقة السحرية الطويلة، حطينا شوية سكر، نجيب القالب، نستعين بسباتيول أحلى ما نحرق إيدنا لأنه طالع كتير سخن من الفرن. نقلبها بهالشكل. لو كان السكر مبرد بقلب الفرن ما بيبقى ملزق عليها من تحت. برجع بجيب نقطة سكر صغيرة بحطها على الوجه. هيدا الطبق يستحسن انه ينعمل من الصبح، بينحط بالبراد. كل هيدا السكر الكراميل اللي شايفينه على الوجه لما يفوت على البراد بيدوب وبيصير صلصة. لما بقلبها بتكون الصلصة عليها بقلب الصحن من تحت. نتمنى الأصناف اللي حضرناها نحن وياكم اليوم تحبوها، تسجلوها، تاخدوا كل المكونات عن الشاشة وتحضروها على سفرتكم الرمضانية. إلى اللقاء، نتلاقى نحن وياكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة من برنامج عزوك.